حسن دحيسي رئيس مصلحة محاربة السكن غير لائق بعمالة مقاطعة سيدي البنوسي في إطار البرنامج الجهوي للقضاء على دور الصفيح. انطلقت هذا اليوم في ظروف جيدة عملية هدم دوار بولحية الكائن بتراب مقاطعة سيدي البنوسي. هذه الدوار التي يضم قرابة 1500 براكة كانت تقطن بها حوالي 1700 أسرة. وللتذكير فإن ساكنة هذه الدوار سوف يتم ترحيلها إلى المشروع السكني رياض إدماج الكائن بتراب جماعة سيدي حجاج واد حصار إقليم ديونة. وكما لا يخفى على الجميع فإن هذا المشروع السكني يتوفر على كافة شروط العيش الكريم من تجهيزات عمومية وبنية تحتية. وبهذه المناسبة أود أن أشكر ساكنة دوار بولحية ليرحبوا بهذا المشروع وانخرطوا عن طواعية وشكرا. السلام عليكم، أنا هشام أيت الخو، كنسكن في دوار بولحية وزيد تقريبا واحد 41 سنة وحنا هنايا. واليوم أنتم كتشوفوا راه كيريبوا لينا والناس هنايا كلشي هنا كلشي محتاج وداكشي. وبالنسبة للعملية ديال الإفراغ بنادم راه كلشي يعني طاع السلطة ومشى معاها، ما كاينش شي اعتراض ولا شي حاجة، بالعكس كرموهم وداكشي. الناس ديال هنايا خدموا مزيان. وبالنسبة للتحوال ما عرفناش واش غيديو، كيقولوا سيدي حجاج. وبالنسبة للبعد وغيبعدونا، ودابا كاين الكرا وداكشي، وعمرنا حلمنا كاع غنكريو حنايا، ولينا كارين دابا. وكاين اللي عنده المريض، كاين اللي عنده بزاف ديال المعاناة، بنادم وحل في الكرا دابا، عمرو ما حلم براسو يكرا. كنا واحدين غير في المصروف اليومي ديالنا، ودابا راه ما دابا بنادم ولا كيخلص غير الحيوطة. دابا غتولي واحد تخلص الحيوطة وكتخرج بحالك، يعني ما كاينش يعني الاستفادة. وكنطلبوا منهم زعما غير حاجة وحدة، غير يسرعوا يعطيو الناس اللي يسرعوا يعطيو الناس يستافدوا، ما يبقاوش كارين بزاف. هذا هو المطلب ديالنا الرسمي. اما التحوال جهه اخرى ولا شي حاجه، حنا فين ما مشينا راه غادي نتعاقل مبز منا، لان مفروض عليك دابا غيحدوا لك واحد البلاصه، واحد البلاصه غيفرضوها عليك، يعني بز منك غتمشي ليها، فهمت؟ وهنا كلشي محتاج، يعني كاع الناس اللي هنايا حتى انا كنعرفهم، انا زيد هنايا، زيد هنا وكبر هنا، كنعرف الناس اكس اغلبيه، وكنخدم الناس، كنخدم لهم الضوء وداك الشيء، كنعرف الفئه كامله ضعيفه كامله. المهم راه كلشي غيعاني في التحوال، الله يدير لنا شي تاويل ديال الخير. بعد مشاهدتكم للفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتنا زناتا نيوز والضغط على زر الجرس للتوصل بجديدنا.